بتروحي لعند الام الريسي وبتخبريها اني طردتك من قاعه المطالعه لانك عم بتشاغبي طول الوقت، مفهوم؟ حاضر مسرى. وبتخبريها كمان انك طول الوقت عم تكتبي اشعار بدل ما تهتمي بدرسك. انصرفي. طالعة هيدا ذنب كبير. بس اليوم الأحد. ولو ما نحن عنا ساعة مطالعة بمدرستنا مقدسة. بعدين شو هالشعر؟ هيدا شعر غزلي. شعر وجداني ماما. أنا قلت غزلي. قريتي لحدا من رفقاتك؟ في السطر الخامس بس. وهيدا ذنب جديد. بعدين أنت صايرة مشاغبة. امبارح شاغبتي بغرفة الطعام؟ وعاقبتك الاخت نيكول وحرمتك من الاكل. صحيح ماما. وانا مضطرة عاقبك. اذا سمحتي ماماه لا تتدخلي سر اجني. تكررت الشكوى بتصرفات ماري. فوضى، شروط بالصف اثناء اعطاء الدروس، كتابة اشعار غزلية بساعة المطالعة. أنا بعتذر ماما. الاعتذار واجب، ومع ذلك رح أعاقبك. رح أحرمك 4 أسابيع من الفرصة بعد الدرس الأحد. ماما خلصنا، تفضلي على غرفتك. يوم الأحد غالي علي، بنطر طول الجمعة تشوف قرايبيني. لو سمحتي ماما ماري، تفضلي انطري برا. حاضر سرقي. بتمنى تسمحي لي اتدخل ماما. تفضلي سرجني. ماري بنت موهوبة، كل اللي بعمرها بيكتبوا أشعار. بس ماري موهبة استثنائية، هي تلميذتي وأنا لاحظت ميولها الأدبية. مواضيعها الإنشائية بالعربية والفرنسية رائعة، ودايما بتجيب أعلى علامة. لا تنسي قوانين مدرستنا الداخلية سر أجني. نظامنا الصارم ضروري للحفاظ على أخلاق البنات بهالعمر. هيدا عمر خطر جدا. بس ماري مهذبة كتير ومتمردة جدا. ماما بعض الأحيان التمرد دليل العبقرية. مستغرب كلامك هيدا سر أجني. بتأمل تسامحيها هالمرة ورح تشوفيها تلميذة نجيبة.
مستحيل قلت العقوبة ومستحيل تراجع عنها. بونجور مامي. بونجور. نهارك سعيد سير نيكول. ماري رح تتعاقب وحضرتك رح تشرفي على تنفيذ العقوبة. حاضر مامي. محرومة من الخروج من غرفتها 4 أحداث بعد القداس، يعني ممنوع تقابل حدا من أهلها، مفهوم؟ حاضر مامي. أكيد الأخت نيكول رح تعاقبها. كل حق عم نزهل لأمي. تعال تعال. صبايا، حدا منكم شاف شي ماري الياس زيادة؟ لا ما شفناها. أبدا ما شفتوها؟ أبدا. شكرا. عرفنا بس شو هي العقوبة؟ ما في يظهر الأحد بعد القداس. يا الله، أحد واحد؟ لا 4. أنا لازم انتقم من نزهة لقيمي. لا يا ليا، ما تنتقمي من حدا، هي ما إلها ذنب. الله يخليكم، روحوا على البوابة، ابن عمي نعوم بيكون ناطرني هونيك. قولوا له حتى ما ينشغل باله. الله يخليكي، ما تزعلي. مش زعلانة، زعلانة على دفتر أشعاري صدرته الأم الرئيسة. كل الحق على الأخت نيكول. أنا بكره حفيدات المارشاليت. مرحبا. يبين. مش حضرتك نعوم؟ حلو الشهرة. نعم. أنا ملك رفيقتها لماري. اسم على مسمى. وأنا اسمي لايا. لايا. أنا نعوم. أنا بشتغل بالأرض. بشتغل كل الجمعة حتى فرس نهار الأحد تنزل على بيروت. تشرفنا، نحن منعرفك، شفناك كم مرة وقت تيجي بتزورها لماري. بعتتنا ماري نحكي معك، ما بتقدر تيجي تقابلك. ليه ما فيها تيجي تقابلني؟ عاقبتها أم الرئيسة وطلبت منها ما تغادر الغرفة اليوم. وشو السبب؟ مسكتها الأخت نيكول وهي عم تكتب شعر وقت المطالعة. حتكتب شعر؟ ايه، وقصيدة غزل كمان. قصيدة غزل؟ أكيد أكيد ماري كانت عم تكتب قصيدة غزل لإلي أنا بعنوان نعوم، ما هيك؟ أكيد بالضبط مثل ما حكيت. يا تقبريني يا ماري، يا تقبريني شو بتحبيني، كانت عم تكتب لي قصيدة غزل. قلت لها 100 مرة انتبهي أنت وعم تكتبي قصايد، هودي الرابط مش هينين. ممر، شو في برا؟ في شاب على الباب الخارجي مصر يقابلك. مين هالشاب؟ تفضل.
يعيط من قلب فرد قلبي. بلش يصرخ يا اما بيقابل ام الريس يا اما بيقوم الدنيا. معقول هلا نعوم طلع معه كل هيك؟ وحياتك خلى الراه بيت ما يعرف شو يعملوا، بالاخر سمحوا له يفوت يقابل الام الريسي. بس الام الريسي مش رح تتراجع عن قرارها. تنشوف. مين بنت عمك؟ بنت عمي بتكون ماري الياس زياده. وبصير تعمل هيك فوضى؟ هاي مدرسه محترمه يا مسيو. اسمحي لي خبرك خبريه حضره المديره، انا مزارع بشتغل كل جمعه حتى فرس نهار الاحد، تنزل فيه لهون حتى شوف فيه ماري خطيبتي، قاطع مسافات طويله، نازل من ضيعه شحتول هيك عاهون سبب بدك تمنعيني شوف خطيبتي؟ معقول ماري ممنوع تطلع من غرفتها لبكره الصبح؟ بدك ياني انطرها لبكره الصبح؟ وين بنام انا وبغلتي؟ ما في زيارات يوم التنين. انا بدي شوفها هلا، انا لازم شوفها هلا، اكيد عاملين فيها شيء. بدي شوفها هلا، اكيد بها شيء. مسيو ماري ما بها شيء، قاعده بغرفتها. انا مستحيل ارجع عشحتول قبل ما اشوف خطيبتي. انا مستحيل مستحيل ارجع عشحتول قبل ما اشوفها، مستحيل. ماري. وي ماسور. تفضلي معي. كيفك؟ كيفك ماري؟ اشتقت لك. هل كانوا معقبينك؟ لا لا ماشي، ما تعتلهم. لا بدي اعتلهم، هولي اكيد بيغاروا منك لانك احلى منهم. ما بيغاروا مني ولا شي، بس هون المدرسة قاسية شوي، مدرسة رهبات. حكيت مع الرئيسي حتى اخدي كن كزدر برا، بس مغضيت. مالي مرة تانية، هلأ خبرني انت شو عم تعمل؟ مشتاق لك، وحيات الله مشتاق لك. تشتاق لك العافية، وأنا اشتقت لك. ليه ما بتحكي مع عم الياس حتى تترك المدرسة وهيك منتجوز؟ شو هالحكي؟ مثل ما عم بحكيكي، مثل القبر هون، مثل الحبس. بعدين بدي خبرك خبرية، شو رح يطلع لك من الدراسة؟ نسيتي إنه بالضيعة ما في مدرسة أولاد حتى تبقي تعلمي فيها؟ إيه بس أنا لازم أتعلم مشان تصيري معلمة. مش كرمال شي، بس أنا بحب العلم. ماري اتركي المدرسة وخلينا نتجوز ونجيب ولاد. يا عمي شو عم تقول؟ عم بحكي جد. أجل الحكي لبعدين وخبرني شو أحوالكم. شو هيدا؟ هدية. هدية؟ وشو المناسبة؟ نسيتي إنه صار لنا سنة خاطبين؟ شو هودا؟ عجبتك؟ سكربينة اشتريت لك إياها حتى نطلع فيها سوا على الضيعة. تلبسيها وتشوفي حالك فيها مثل هودي اللي لبستيهم. هودي اذا مشيتي فيهم بالضيعه توقعي وبتجي طبقه موزك.